ينضم إلينا في النقاش الآن أمين عريب القيادي في حزب جيل جديد. أمين عريب، قبل نطلب رأيك في الموضوع في هذا الشق الاقتصادي، لو وضعتنا في صورة بداية ما حدث في قسنطينة. كنت اليوم في قسنطينة، عبد الكريم زغيلش المنسق حركة مواطنة حكم اليوم، هو معتقل ورفضت المحكمة إطلاق سراحه، وليس كذلك؟ نعم سي جمال، اليوم رفضت المحكمة إطلاق سراحه، مع أن الملف كان يعني فارغ تماما من كل التهم. يعني شفنا اليوم في المحكمة يعني ما تقريبا تهم وهمية، ما كان حتى منها يعني أساس من الصحة، والمحامين مجموعة من المحامين وضحت ذلك، أجلوا الحكم إلى 27 نوفمبر، ومن بعدها كاين قضية ثانية يعني سيحاكموا عليها، وهذا هو واش وقع اليوم في محكمة قسنطينة. أعتقد أن اليوم يعني من العيب والعار أن ما زلنا نتكلموا على دولة أن ما زالت تستعمل فيها القضاء لإسكات المعارضين، لإسكات صوت السياسيين، وهذا هو الواقع اللي اليوم نعيشه للأسف في الجزائر. هذا هو الصورة اليوم اللي رانا عايشينها اليوم في الجزائر، انهيار تام لكل المؤسسات، حتى شبه الصورة اللي كانوا يحاولوا يحافظوا عليها لمدة سنوات. احنا نعرف أن اليوم في النظام الجزائري منذ سنين، منذ يعني الاستقلال الجزائري، ما كانش عندنا مؤسسات حقيقية، أحد القضاء إنما حبر مستقل، حبر على ورق وليس مستقل. ولكن اليوم في 2018 في الجزائر بوتفليقة انهارت كل هذه الصور، حتى الشكليات ما ولوش يحافظوا عليها، أصبحنا اليوم يعني في أمام مهازل. هذا اليوم مرافعات اللي كانوا بكثرة، ويعني ونحييهم على شجاعتهم، ونحييهم على يعني الانجاجمون تاعهم، يعني برهنوا أنا ملف فارغ وفارغ تماما، حتى يبقينا عليه في الطول عليه في السجن، حتى يسكتنا معارض في ولايه قسنطينه، حتى يسكتنا عبد الكريم، وما زال تهم اخرى يعني سيحاكموا عليها. طيب، لكن الجزائر بخير، جهاد منور كان يقول البرلماني السابق عن جبهه التحرير الوطني، لا انتم تبالغون، والمغاربيه مثلا تقول انه الجزائريين، صحافه الجزائريه التي تنقل بانه يقولوا هناك غلاء في الاسعار والتكوينه بالاسعار، يقول لا هذا ما تقوله المغاربي، الجزائريون يقولون رانا لاباس علينا ونحن بخير، الجزائر بخير. ربما ما نعرفوها، ربما الجزائر تاعهم لا يتكلم عليها، لكن ندعوها انا بما انه كان برلماني سابق ويمارس سياسه، انه يهبط الاحياء الشعبيه ويهبط الجزائر بخير، ويشوف الكلام اللي راح يسمعه، سيسمعونه كلاما لم يسمحه من قبل. اعتقد نشوف انا اليوم الغليل، احنا نتحكم على المواطنين، ونشوف انا الجزائر تغلي وعلى صفيح ساخن، الاسعار اليوم الجزائريين لا يستطيعون حتى ان يلبوا حاجياتهم اليوميه، يروح يعاود يتكلم هذا الكلام، يروح يقولوا للناس برا ويشوف الرد تاعهم. يعني كانت المغاربيه تقول هذا الكلام ولا نحن نقولوا هذا الكلام، يا معليش احنا رانا نقولوا هذا الكلام، يتفضل مع الشعب برا، يخرج الاحياء الشعبيه ويقول لهم هذا الكلام، وسيرى الرد الجزائري ان كانت بخير او لا. اما ان كانت جزائر اخرى لا نعرفها وهي بخير، ربما احنا ما نعرفوش الجزائر الله يتكلم عليها اللي راه يقول عليها بخير، ما نعرفوش الجزائر اين وين الشعب هذا السعيد اللي صنف من اسعد الشعوب، ما نعرفوش الجزائر وين الناس عايشين برفاهيه، ما نعرفوش الجزائر وين الناس ما تحاكمش بتهم باطله وتسجلوا بها في السجون، ما نعرفوش الجزائريين اللي يخرجوا يتناضلوا سلميا ويخرجوا سلميا للشارع ما يقمعوش، ما نعرفوش الجزائر. اما ان كانت جزائر اخرى يتكلم عليها وربما. طيب، يبقى معنا امين عريب. دكتور، انت عندك كرافطه وكوستيم ولاباس عليك. يا سي جمال، نفضل انا ما نعقبش على كلام كيما هذا، انا نعرف في الجزائر اليوم ان الخطاب مستوى الخطاب السياسي كيفاش راهو متدني، اذا كان نعقب على شيء من هذا القبيل يعني سأشاركه في تدني مستوى الخطاب السياسي، وانا نفضل نترفع على امور كيما هذه. اما فيما يخص الموضوع تاعنا حقيقي، هنا كاين ارقام يعني لا يمكن ان نخفيها وهي اللي تعطي صوره. اليوم العجز التجاري في الجزائر فاي 30 مليار دولار سنويا، هذا العجز التجاري سيعوضه يعني التمويل الغير تقليدي، يعني الاموال التي تطبع هي التي ستعوض هذا العجز التجاري، وبطبيعه الحال هذه التي تطبع فهي التي ستساهم في تضخم في النهايه راح يخلصوا المواطن الجزائري. هذا هو ما يفسر اليوم ان ثمن البطاطا ب 80 دينار، وثمن المواد الاوليه كلها ارتفع واصبح يعني في غير في ما اصبحش في متناول الجميع، والطبقه الهشه والمتوسطه. اليوم انا نشوفه في الجزائر انكماش للطبقه المتوسطه في الجزائر اللي تعاني كثير الصدمات من كل الجوانب. هذا ما يخلي انا نعرف ان كل محرك اقتصادي هي الطبقه الوسطى في كل المجتمعات وفي كل الدول.
اليوم في الجزائر الطبقه الوسطى راهي في انهيار تام. اما اذا نتكلموا على الحلول الحقيقيه والجذريه وما نتكلموش على الحلول الترقيعيه، لانه يمكن غدوه يعاودوا يشروا يعني يستوردوا البطاطا حتى يزيدوا الكميه تاعها في السوق وينخفض ثمنها، ولكن وليست حلول دائمه. اما الحلول الدائمه نعاود نقول في كل مره، لو اجتمع كل قضاء الاقتصاد في العالم في ظل النظام السياسي الحالي لا يمكنهم ان حلول جذريه للجزائر، لان مشكلتنا اليوم مشكله نظام سياسي، والسبب بسيط وبسيط جدا. اليوم النظام السياسي لا يرغب ولم يرغب من 62 في بناء اقتصاد ناجع، لانه لو يبني اقتصاد حقيقي ستهرب له السلطه من يده. اليوم تعرف ان 92% من ثروه الجزائر المنتجه، بين قوسين يعني اللي هي تعد يعني الثروه المنتجه في الجزائر، يعني هي نفس الثروه اللي تنتجها بعض الشركات الكبرى في العالم. ما عندما نتكلم على الجزائر غنيه وكذا، يعني خلينا نحافظوا على كلمه غنيه، لان طيب. لان ما تدخله الجزائر من عائدات سنويا هو نفس عائدات بعض الشركات الكبرى والمارت وغيرها يعني في بلدان. هذه بين قوسين. اما اذا كان حاب نتكلم على حلول حقيقيه، لان 98% من الثروه المنتجه في الجزائر هي نفط. طيب شكرا جزيلا لك كمين عريب القيادي في جيل جديد دكتور احمد طرطاش.